جدا. علي أسلة عبد السلام بن جلول كان أذكى بكثير من علي أسلة، وواجهت عقيد النغمي المهدي يركز بشكل كبير، كذلك عقيد يركز النغمي ويسجل. النغمي المهدي يسجل الهدف الأول لفريق الجيش الملكي، يمكن بأنه ضربة جزاء. هذا الهدف الثاني للنغمي مع فريق الجيش الملكي، يمكن بأنه ضربة جزاء أتت ضد مجرى المقابلة، ضد مجرى عبد السلام بن جلول نجم المقابلة. تابعوا الآن عبد السلام بن جلول تراوري اللي قام بإدخاله المدرب بن هاشم، فعل كان هناك جر، وبالتالي كانت قراءة صائبة من محمد أمين بن هاشم مدرب فريق الجمعية السلوية لما أدخل كرام كولي الجمعية السلوية محمد أيت عبو والقروني، ويسجل بكل هدوء، يسجل بكل هدوء. كر طاقة استيعابية هي صغيرة بطبيعة الحال، لكن كنقول أكثر بالنصف هاد